عايز كمان اوجه التحيه لفريقنا العظيم النادي الاهلي، مفيش شك طبعا بعد الفوز المهم جدا اللي حققه على فريق نادي الاسماعيلي في افتتاحيه طبعا دوري 2022-23. وزي ما بقول لحضراتكم مباراه قويه جدا، يعني طبعا كل التحيه كمان فرقه الاسماعيلي عملت مباراه قويه، لكن نادينا العظيم النادي الاهلي زي ما حقق على خطوه ايجابيه جدا في بدايه المشوار الافريقي، كمان على مستوى الدوري كانت مباراه قمه. دايما مباراه النادي الاهلي والاسماعيلي على المستوى الفني بتكون مباريات كبيره جدا، وشفنا ده الحقيقه في مباراه النادي الاهلي امام الاسماعيلي اللي كانت على المستوى، على مستوى اسم الفريقين، اسم النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا وحاصل على اكبر عدد من البطولات سواء افريقيا او محليا، كمان نادي الاسماعيلي من الانديه اللي بتقدم كوره حلوه، لكن اللي لفت نظري الحقيقه الاداء الفني لمارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي. الحقيقه بيقدم مستويات بهدوء وبدون فاعليه، وبتحس ان الموضوع سهل جدا، قدم لنا مباراه تكتيكيه على اعلى مستوى. يمكن من خلال طبعا متابعتنا للمباراه تغييرات، يعني دايما الكوتش كده بيتقاس بحاجتين، الحاجه الاولى بدايه التشكيل طريقه اللعب، لكن كمان التبديلات واستغلاله كل الامكانيات الموجوده عنده على الدكه بره افضل استغلال، دي نقطه مهمه جدا. يعني الدفع بعناصر مميزه في التوقيت المناسب ده يعني دي سمه من المدربين الكبار. كريم فؤاد لما حتى نزل الناس بدات هو هيلعب ايه؟ ما اكرم موجود، طب هيلعب ايه بالظبط؟ لكن واضح جدا كمان ان مدربنا كولر كمان عارف امكانيات اللعيبه كويس، وعارف انه ممكن جدا في اوقات يوظف هذا اللعيب في مركز معين، ينعكس بالإجابة على الشكل التخطيطي العام لهذه المباراة، يعني مش بالأولوية خلاص إن كريم فؤاد هيبقى موجود على طول في الحتة دي، أعتقد ده جزء تكتيكي من خلال المباراة اكتشفنا يعني مجهود كبير جدا جدا زي ما أنتوا حضراتكم شايفين، عمل أسيست أكتر من رائع، وجوده في منطقة ال 18 هو ده اللي كان عايزه كولر، إن أكرم توفيق عنده مهام دفاعيه بشكل كبير جدا، لكن كمان حاطط جنبه واحد هو اصلا باك يمين وعنده انطلاقات وعنده سرعات، استغل السرعات ديت انه عمل تاكلين بشكل رائع جدا، عمل اسيست كمان للنجم القادم بقوه في فريق النادي الاهلي شادي. شادي الحقيقه كمان على مستوى الهدوء، على مستوى الفينش طبعا بيأدي اداء اكتر من رائع، لكن كريم مع التغييرات مع البوزيشن اللي اتلعب بيه النادي الاهلي على المستوى الخططي قدم مباراه رائعه. يعني دايما بنحب نتفرج على الكوره الحلوه، لكن يمكن انا بنظره برضو العين المدرب ومن خلال متابعتي لي يمكن فريق النادي الاهلي وكولر بشكل خاص، الراجل حافظ امكانيات كل لعيب، وده مهم جدا انك تحفظ امكانيات كل لعيب، دي جزئيه، وان كل لعيب في الملعب عارف امكانيات زميله. يعني كريم لما نزل عمل مباراة أكتر من رائعة، حتى شادي من خلال تحركاته فضل نفسه مساحة بشكل أكتر من رائع وعمل هدف، وأنا بقول إن كمان شادي إن شاء الله كمان مهاجم على مستوى عالي جدا مع الخبرات مع تكرار إن شاء الله التهديف مع وجوده مع فريق كبير زي النادي الأهلي، أعتقد هيكون مكسب اكيد للنادي الاهلي وينعكس يعني بالطبيعي لمنتخبنا المصري، هنكسب مهاجم من طراز ان شاء الله فريد. بنقول مبروك مره ثانيه للنادي الاهلي على البدايه، مجرد البدايه ولكن بدايه قويه جدا على المستوى الفني على مستوى النتيجه والفوز على نادي الاسماعيلي 1-0.